اليوم كنحتفلوا بالدوره الثالثه لحفل بنت بلادي لتكريم المراه المغربيه، وهذه السنه تحت شعار المراه المغربيه الهام اصلاح ونجاح. والحمد لله ان جمعيتنا كتشرف كل سنه تنظيم التظاهره الكبرى تكريما وتشريفا للمراه المغربيه، بكونها ما غاديش نقول نصف المجتمع، هي اكثر بكثير لان هي من تصنع النصف الاخر. وهذا الحفل هذه السنه، الدوره ديال هذه السنه هي بشراكه مع مركز الدعم والتوجيه كليكوغ ومع جمعيه روح الابداع الفني للمديح والسماع. لنا الشرف اننا نساهموا في هذا اليوم مع جمعيه مغرب ابداع في تكريم مجموعه من النساء التعليم اللي بصموخ طيله المسار ديالهم على عطاء وسخاء كبير، وحنا فخورين بهذا اليوم هذا، والمراه تستحق اكثر من ذلك. في حقيقه الامر جميع نساء المغرب كيستحقوا التكريم، ولكن احنا من خلال هاد الوجوه النسائيه اللي غنكرموا كنكرموا جميع النساء اللي كافحوا وناضلوا واللي هما عماد المجتمع. استاذه فتح جميله، مدرسه منذ 31 سنه ديال التدريس، وانا اليوم كيتم التكريم ديالي في اخر سنه ديال التعليم ديالي، وانا شرف كبير ليا، وكنتمنى ان هذا التكريم هذا يكون لجميع المدرسين، لان المهنه التدريس ماشي سهله. وكنشكر كثير 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 الشكر الناس اللي صاروا على هذا الحفل هذا واللي فكروا انهم يديروا تكريم، بالاضافه للناس ديال الفن، الناس ديال السياسه، وما نساوش حتى رجال ديال التعليم. اي تحيه كبيره كبيره للمراه اللي في الباديه اللي النضال ديالها ربما اكبر من النضال ديالنا جميعا، تحيه للمراه المغربيه المكافحه المناضله، المراه الصبوره، الام الاجيال.